الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ومع الربع الأخير أو الثامن في الجزء الإيه في الجزء الثاني، قال تعالى: عسيتم، قاربتم، نعم، أن يكونوا، كيف أو من أين يكون، زاده بسطة، سعة وامتدادا وفضيلة، يأتيكم التابوت، صندوق التوراة، فيه سكينة، سكون وطمأنينة لقلوبكم، فصل طالوت، انفصل عن بيت المقدس، مبتليكم، مختبركم وهو أعلم بأمركم، اغترف، أخذ بيده دون الكرع، لا طاقة لنا، لا قدرة ولا قوة لنا، فئة، جماعة من الناس، برزوا، ظهروا وانكشفوا، الحكمة، النبوة، بروح القدس، جبريل عليه السلام. أحسنتم، جزاكم الله خير.